بذات الوقت بس كنت عم شوف الكونتراست بهالحلقه بين ناس عم ياخذوا الطب لبعيد، عم نجيب اولاد للعالم اللي ما فيها تجيب اولاد، وناس مش هي عم بحكي حكامنا ومسؤولينا الزعران اللي سرقونا يلي جبروا هالعالم الفقراء المعترين يركبوا بقوارب الموت. نحن عم نجيب لهم حياه وزعمائنا عم يجيبوا لهم الموت. هيدا الكونتراست اللي كتير كبير اللي هلا شفته بهالحلقه. أماندا، الموت او الهجره، يعني هيدا فيه كتير مع وضد وليش وكيف واسئله طالعه واسئله نازله، بس ان شاء الله هي تكون منيحه وتقدر تتخطى شوي من هيدا الزعل اللي عندها. هي اكيد حيرفقها كل العمر، بس ان شاء الله تقدر تتخطاه شوي شوي. نعم ابونا زينب عملت كل شيء، كل هالمخاطره عملتها كرمال اولادها. نعم. كل هالمخاطره عملتها كرمال تامل لهم حياه. نعم. افضل. نعم. اوكي، ولكن ما بيسوى نشارك اولادنا بالمخاطرات. يعني اللي عملتوه 100% نيه صافيه وكرمال الاولاد، ولكن لانه الحياه قاسيه ولانه الامور مش مثل ما بدنا دائما بتمشي، قد ما فينا نحمي اولادنا. نعم. باللي الله عطينا اياه. ايه، واذا بدنا نخاطر على حالنا. انا نعم. بي عندي ولدين، الله يخليهم، بعرف انه بعمل كل شيء كرمالهم، ولكن ما بشركهم. نعم. بمخاطراتي. شكرا لك ابونا زينب، شكرا لك، تجربتك مره كثير وقاسي كثير، وقالت لك زينب ما بعرف اذا انت عم تروحي عند حكيم، انا بعرف المعاناه اللي عم بتعيشيها. انت الليله عم تعرضي تجربه ماساه يمكن كثار عم بيعيشوها. لا حكم على تجربتك، الله بيعلم بوجعك، الله بيعلم بالنار اللي انت عم تعيشيها. بس بدي اقول شغله، في تجارب، في ظروف تحطنا تحت هيك يعني ضغوطات معينه. لما نجيب اولاد خلينا نجرب قد ما فينا نجنبهم المخاطر حتى لو كانت الظروف كثير قاسيه علينا. شكرا لك زينب. كلمتين صغار بس بيختصروا اعظم شعور انساني. دنيا ام، تصبحوا على الف الف خير.